انا اشتريت ليكويد كولر من اورس 360، اللي هو ده كان في البداية كده بيعمل حاجات غريبة. بعد ما عملت ابديت سوفت وير اكتشفت ان هو قطع داتا خالص، والشاشة دي بقت بيضة. فهعمل لكم حل سريع كده لو حد اشتراها وحصلت له مشكلة. دي السكرين اللي كانت بتظهر لي، سكرين بيضة كده وتظهر شرات بيضة في النص، تقطيعة كده بسيطة زي ما انتوا شايفين. فحاولت اسيرش على الانترنت كتير جدا لحد ما لقيت زي فايلز كده بتعمل لها ابديت. جيت اجرب اول ابديت، طلع الايرور مسج اللي هي unknown device. وبعد كده طبعا اتصلت ب اي سبورت عن طريق السايت بتاع جيجا بايت، ونصحوني ان انا اتوجه للوكيل. وطبعا اتصلت بالوكيل اللي هو جاما، قال لي لازم تبعت الكولر نفسه ولازم توريهولنا لان كده في مشكلة في الهاردوير نفسه. فحاولت اسيرش على الانترنت كتير الصراحة لحد ما لقيت فايلز كده على السايت نفسه، والحمد لله ربنا وفقني وقدرت ان انا اعمل ابديت والحمد لله اشتغل تاني. الفايلز دي مهمة جدا، تمشي بالترتيب اللي هنشاور عليه كده مع بعض عشان ان شاء الله تشتغل معاك كويس. هتصطب اول واحد من تحت ده، وبعد كده هتشتغل على تاني واحد. ده التولز اللي بتعمل ابديت فيرموير للديفايس نفسه. الاول بتدوس كونكت، بعد كده بتدوس بروجرام، وبعد كده هتلاقيه ظهر في اورس انجن. بعد كده هتسطب كولر يوتيليتيز اورس سيت اب بس، وان شاء الله يشتغل معاك. ولو حد احتاج او حابب يستفسر عن حاجة يكتبلي في الكومنتات وانا ارد عليه ان شاء الله. شكرا، واتمنى تعملولي لايك وشير، وشكرا جزيلا.